الأراضي هاي لأجداد أجدادنا، معنا كل شيء فيها، أوراقنا ثبوتية، كل شيء قانوني 100%. يعني حتى الكوشان الطابو اللي تبع تركيا واللي من إسرائيل مختوم وكله هذا. وزي ما أنت شايف إحنا الاحتلال هذا اللي هو تبع الطبيعة طلعنا من الأراضي وصار يشتغل فيها، رغم إنه كل هذا اللي بيسويه بقى موجود، بس هو خرب حتى الشجر اللي هو بيحكي عن حاله تبع الطبيعة قصقصه. يعني الأرض بقتش هيك، بقت أحلى من هيك وأرتب من هيك. حتى هاي الغرفة اللي أنت شايفها هاي بقت غرفة إحنا سويناها وتبع الطبيعة زمان أجا وهدها، ما هدش قام السقفية وخليها صغيرة. اليوم إحنا منيجي عشان نحكي ونسأل ليش هيك، لأنه في محكمة وإحنا بنستنى بقرار المحكمة. إحنا منيجي نطلع اللي هم سووا غرفة كبيرة، بنحكي معهم بيجيبولنا الشرطة، وجابوا الشرطة وبدهم يحونا من الأرض. على أي أساس يحونا بالأرض؟ يعني الأرض ما هي إلك وإنت صاحبها، على أي أساس إنت بتحوينا من الأرض؟ وبقول لك في محكمة. طب المحكمة ما هي إلى المحكمة، لا هي مطلعة قرار لا إلي ولا إلك، بس إنه الأرض إلي لأنه إنت إلشي كل شي مالك فيها. وزي ما إنت شايف اليوم أجينا الصبح حتى نتفرج نشوف، لأنه تطلع مسويين أشياء غريبة وعجيبة. إحنا كل يوم بنطل عليهم وبنسوي معهم مشاكل، بس اليوم هم زادوها، جابوا الشرطة وجابوا الحكومة ورفعوا سلاح. وزي ما أنت شايف يعني مسوي لي مناظر توراتية، وتطلع تفرج. يعني حتى شو بدك تحكي، حسبنا الله ونعمة الوكيل على هيك. هاي مش دولة ديمقراطية، هاي حرمنة، اسمها دولة حرمنة، لأنه الإشي هذا إلك، إشي إلك. يعني ها طلع هناك المستوطنة عشانها إله واشتراها، الله لا يبارك له اللي باعها، طلع مسيجها، ما حداش بقرب عليها، ممنوع أنت توصل هناك. بقول لك معي أوراق إنها إلي، وهو أصلاً فمش معي أوراق. يعني حتى البلدية مش فاهم كيف مديت له كهرباء وفيش فيها رخصة، كيف بطلعوا أشهريم لإلهم وكيف بطلعوا الشغلات هاي لإلهم. حسبنا الله ونعمة الوكيل فيهم يا خي.